تم اكتشاف مقبرة جماعية في خان يونس، وبلينكن يتحدث عن يعني ربما إسرائيل يجب أن تتوخى حقوق الإنسان، وكلام كده مايع من بلينكن. يعني هذه المقبرة كلمنا عنها دكتور أيمن. يعني بعد ان عادت طبعا انسحاب فرقه 98 وعادت الناس لتتفقد وتبحث عن مفقودينها، اكتشف خلال الايام الماضيه على مدار 48 ساعه ماضي اكثر من 300 شهيد دفنوا في مناطق في مقابر جماعيه في محيط مستشفى ناصر بالتحديد، وهذا طبعا يعطي دلاله على حتم الاجرام. وجدوا بعض جثث من هذه الجثثين قد ربطت وثقت بايديها خلفها قبل أن يتم قتل جزء من هؤلاء، واضح أنهم ماتوا أحياء حيث دفنوا ساتر. في جرافات الاحتلال، وبالتالي هذا إجرام بكل معنى الكلمة. هذا يعني هذه الصور تعطي دلالة على حجم الإبادة الجماعية التي مورست بشكل واضح في قطاع غزة. للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية التي يتحدثون عن توخي قتل المدنيين قاله بصراحة بشكل واضح ترامب في لقاء مع إسرائيل يوم قبل عدة أيام، قال أنا ضد أن تنشروا مشاهد القتل ونسف البيوت، اقتلوهم ولكن مش ضروري أن يتم ذلك نشره. هذه نفس فلسفة كيسنجر، اقتلوهم بعيدا عن الكاميرات. هذا النهج الذي يتم للأسف الشديد.